بكره هيبقى عندنا حلقه الساعه 10:30، استنوها بشكل كبير جدا. ازاي تقارن ما بين المحلي والافريقي؟ ازاي تقارن ما بين الاول والثاني او الثالث او الرابع؟ ازاي تقارن ما بين الارقام وبعضها؟ ازاي تقارن ما بين اسعار مهمه جدا جدا لصاحب الانجازات وصاحب البطولات وصاحب التواجد الافريقي والعالمي والمحلي وكل شيء، وما بين حد تاني؟ كل ده من خلال مقارنات و يعني بعض المعلومات لازم تعرفوها. يعني الموضوع مش فرد دراعه وخلاص زي ما بيقول، ولا هي لسان وصوت وخلاص. الموضوع موضوع أرقام. اسألوا أهل الخبرة، اسألوا أهل التسويق، اسألوا أهل الدعاية والإعلان، اسألوا التواجد، اسألوا الانتشار، اسألوا أفريقيا كلها. الموضوع مش كلمة بتتقال كده في وسط الكلام وخلاص وواحد عروقه تطلع والدنيا تبقى بالنسبة له يعني صعبة جدا، أو العملية تنتشر وفلان يسب والتاني يشتم وهكذا. لا، الموضوع مش كده خالص. الموضوع أرقام وإنجازات وبطولات وتواجد على المستوى المحلي والأفريقي والعالمي. بتفرح لما بتوصل نهائي غير لما بتفرح ومتصل مثلا دور ال 16 ولا دور ال 4 ولا دور ال 8 في كاس مصر. في فرق شاسع ما بين الاثنين. عشان كده بكره الساعه 10:30 استنونا، هتبقى حلقه في منتهى الاهميه. كابتن شريف، حاجات